بسم الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بداية جديدة وحلقة جديدة من برنامج نقدر. النهاردة معانا فقرة متميزة جدا، فقرة يمكن منتظرها ناس كتير من الشارع المصري. النهاردة معنا ومعكم هبة أحمد اللي مثلت مصر في أكتر من محافل ثقافية على مستوى الجمهورية. طبعا الشارع المصري حاليا لسانه متواجد على مباراة القرن أو مباراة نهائي بطولة أفريقيا واللي فاز بيها النادي الأهلي، ولكن بعد المباراة يعني تتبعها أكتر من حدث، يمكن كان هجوم على أكتر من لاعب من الزمالك، هجوم على أكتر لاعب من النادي الأهلي، كمان تبعها قرار يعني مهم جدا أو قرار كان حاسم جدا في وقت صعب، وهو إقالة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وتعيين مجلس مؤقت. كمان يمكن خلاص كان باب الصفقات كمان على وشك ساعات ويقفل، تم قيد بعض اللاعبين، بعض اللاعبين الآخرين كان فيهم مشكلة، ولكن الشارع المصري حاليا ملتهب على الساحة الرياضية. ده بالنسبة للجزء الرياضي معانا النهاردة. أما بالجزء الثقافي أو الجزء الاجتماعي معانا النهاردة، معانا ومعكم هبة أحمد. بنرحب بك يا هبة. أهلا بحضرتك، برحب بك جدا. هبة، ممكن تعرفينا أكتر عن نفسك؟ أنا هبة أحمد محمد. في بداية الأمر إن أنا مشتهرة بهبة المليسي، كل الشارع عارفني بالاسم ده. في البداية أول حاجة بالنسبة للمسابقات وكده، ده كان حاجة جديدة بالنسبة لي يعني، واشتركت في أكتر من مسابقة وحصلت على شهادات كتير وحاجات يعني أخدتها من المسابقات وكده. بالنسبة لشهرة هبة النيل، ده برضو لقب حصلت عليه من خلال صورة صورتها وكان وراها اللوحة اللي مكتوب عليها مصر هبة النيل، وده كان نسبة إلى أني اسمي هبة. تمام. هبة، ذكرت حاليا ان انت اشتركتي في اكتر من مسابقة، ممكن تقول لنا المسابقات اللي انت اشتركتي فيها قبل كده؟ تمام. اول مسابقة اشتركت فيها كانت مسابقة تحدي القراءة العربي، ودي كانت اول سنة اشترك فيها وحصلت فيها على مركز على مستوى المحافظة، واخدت الميدالية دي والشهادة من الاتحاد الاماراتي او دولة الامارات الشقيقة. تمام، ممكن تظهريها على الشاشة قدامك؟ تمام. اخدت الشهادة دي من دبي، وبعدين تتبعها بعض الشهادات بعد كده اخدتها من على مستوى الادارة والتقادير، ودي كانت اديهالي رئيس مركز مدينة الحسينية استاذ علي الصناديدي. كان ساعتها مهندس محاسب علي الصناديدي. كان هو مدير المركز. تمام. وبعديها كان في محفل انشطة اخدت فيها دي، كان في تكريم لنهائي العالم نهائي العام. تمام. اخدت فيها دي من موجه المكتبات، وبشكره جدا استاذ خالد الدقوشي، هو كان عامل مساعد في كل المسابقات دي وكان معايا دايما وكان بيساندني، هو مس وفاء السيد، دي كانت اخصائيه المكتبه في الوقت ده، ساندتني جدا بشكرها، وبشكر كل اللي دعموني وبالاخص والدي ووالدتي وكل اصحابي اللي وقفوا جنبي في الموضوع ده. تاني مسابقه دخلت فيها فرسان القراءه وخدت فيها مركز اول برضو على المحافظه. تمام. واشتركت كمان في مسابقه نجوم المكتبه وخدت مركز جمهوري. تمام. واشتركت كمان في المسابقة الدينية وخدت مركز أول على المحافظة. تمام. واشتركت كمان السنة دي في نجوم المكتبة تاني، بكرر ده، واشتركت برضو في تحدي القراءة في العام اللي هو التالي. هبة، بما أنك اشتركت في أكتر من مسابقة وأكتر من حفلة وأكتر من حاجة على مستوى الجمهورية، ممكن تسمعينا قصيدة من اللي أنت ذكرتيها قبل كده؟ هسمعك دلوقتي قصيدة سهانة محمد للشاعر مصطفى الرزاق. تفضل. هي دعوة الله التي أوحاها للمصطفى فأقامها وحماها. يا شعر يا شعر، يا من قد شرفت بأحمد، كل الدعاة تعلموا من طه. كانت قريش قبله مغموسة في لجة الكفر الذي غشاها، لما دعاها مشفقا لنجاتها ولت وضاقت أرضها وسماها،
فبكل لطف قال إني مرسل، لا لا أدعي هذا ولا أتباهى. قالوا فإنك كاذب ومضلل، أصنامنا لا نرتضي إلاها. وبأرض مكة أجمع الأعداء أن يقتلوه، أن يقتلوه ولم يكن ما شاء. هجر الديار ولم يرد هجرانها، وأتى المدينة فاهتدى النصراء. حتى أتى فتح لمكة فانحنت أعناق كل المشركين وباء. يوم التشفي، يوم التشفي جاء طوع محمد، أعداؤه في سجنه أسراء. ناداهم ماذا تظن عقولكم؟ قالوا كريم أهله كرماء. فأجابهم قوموا لقد سامحتكم، ولتذهبوا فلأنتم الطلقاء. وترى العجوز، وترى العجوز بحملها ومحمدا، وترى العجوز بحملها ومحمدا في السوق قد بلغ العناء بها المدى. لما رآها قال خلي عنك ذا، قالت له احمل قد جعلت لك الفدا. ولك النصيحة، ولك النصيحة، إن قول محمد كذب فلا تسمع بني لذا الندى. فأجابها يا خالتي أو تعرفين محمدا؟ قالت ما لي به، ما لي به. فأجابها إني رسول الله أدعو للهدى. قالت له صدقت أنك مرسل، حق علي بأن أقر وأشهد. هذا محمد، هذا محمد يا دعاة المسلمين، فتعلموا من هدي ربان السفين. يدعو إلى الدين العظيم برحمة وسماحة وفصاحة عليا ولين. من قال إن الحق ساد بسيفه، هل في سماحة ديننا حقد دفين؟ يا مسلمون تنبهوا لا تخضعوا، لا تجرعوا يوم سموم الماكرين. فمحمد نشر السلام بحلمه، أخلاقه دلت على رفق مكين. ما كان يوما داعيا بفظاظة، ما جاء إلا رحمة للعالمين. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كويسة جدا، حاجة تشرف كل شباب، حاجة تشرف كل الناس اللي بتشارك في المسابقات. يعني الأول القصيدة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده طبعا حاليا لازم نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، إن احنا اتعلمنا الدين، إن احنا عرفنا القصائد دي، عرفنا الأحاديث، نعمة كبيرة جدا. هبة يعني أنا بشكرك جدا على القصيدة اللي أنت قلتيها ديت. يمكن ناس كتير من زمالك دلوقتي بيتابعونا، ولكن احنا بنوجه رسالة لكل الناس أو كل الطلاب المدارس المتواجدين، احضر الحصص، ذاكر، اجتهد، ولكن النشاط مهم جدا، سواء نشاط ثقافي أو نشاط رياضي. هبة حاليا بتشرف مصر كلها في الأنشطة، أنشطة المكتبات على مستوى الجمهورية، يمكن شاركت في أكتر مسابقة قبل كده وحصلت مراكز كبيرة، وكمان السنة دي مشاركة في مسابقات تانية، وكمان يعني منتوقع إن هي تاخد مراكز وتستمر أو تفضل متواجدة في منصة التتويج. كمان يا هبة عرفنا إن أنت بتشاركي في نشاط رياضي، صحيح الكلام ده ولا إيه اللي بيتم معاكي؟ لا أنا شاركت فعلا، ومازال إن أنا بشارك في النشاط الرياضي، وبلعب لعبة التايكوندو، وبشكر مدرب الكابتن إبراهيم زيدان والكابتن عبدو الأمير، هم دول المدربين اللي بيدربوني حاليا. وأنا الحمد لله قادرة إن أنا أفرق يومي. وطبعا أنا مش بعمل الأنشطة دي ولا النشاط الرياضي ده غير بعد مذاكرتي، والحمد لله بعد فضل ربنا، يعني إن أنا قدرت إن أنا أحقق ده كله، ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. ولكن أنا بكون ده بعمل ده في وقت فراغي، مش باخد وقت من المذاكره خالص. تمام، دايما بنقول تنظيم الوقت من اسرار التفوق. هبه حد ناجح جدا، هبه حد متفوق في الدراسه، هبه مشاركه في الانشطه وكمان بتاخد مراكز على مستوى الجمهوريه، هبه مشاركه كمان في اكتر من محافل دوليه، هبه كمان محافظه على النشاط الرياضي. هبة هتشتركي في ايه السنة دي تاني؟ السنة دي ان شاء الله ناوية اشترك في مسابقة المشروع الوطني للقراءة ونجم المكتبة ان شاء الله. يعني تتوقعي ايه السنة دي، او ممكن تختلف السنة اللي فاتت عن السنة دي؟
اه طبعا ان شاء الله في عزيمة اكبر وفي اشد ان شاء الله، واللي جاي احسن، وهتوقع ان في مراكز جاية كتير وربنا يعيني. خلينا ندخل بقى شوية في أجواء البيت، الدنيا ماشية معاك إزاي؟ هل في دعم من البيت؟ هل في تشجيع أثناء الدراسة أو لما أنت بتاخدي وقت علشان تشاركي في الأنشطة؟ اه طبعا في تشجيع ودعم جامد جدا بيطلع من البيت من ناحية ماما بالأكتر، وبابا طبعا كان معايا بالدعم المعنوي بالدعم المادي، وماما كانت معايا بالدعم الثقافي، ان هي كانت بتدعمني في ان هي تبحث عن المعلومات وتساعدني في تلخيص الكتب. انا بشكرهم جدا جدا جدا، وهم اللي ورا النجاح ده بعد فضل ربنا وجهدي معاهم، كمان كانوا بيبذلوا جهود طائلة معايا في الموضوع ده. انا بشكرهم جدا، وتحياتي كلها ليهم، اهل بيتي واخواتي كمان كانوا بيدعموني بالأكتر بالدعم المعنوي، احنا معاكي، وكل الكلام ده كان بيحصل من البيت، وكان انا بتشجع بالحاجات دي جدا. وانا اكتر حاجه مش بهتم بالدعم المادي، انا بهتم بالمعنوي، وبيأثر في نفسيتي جدا. من هنا من اسره البرنامج ومن اسره قناه الصحه والجمال بنقدم لك كل الدعم يا هبه للمشاركه في المسابقات اللي جايه، وباذن الله تحققي مراكز اكتر، وباذن الله تفضلي في منصه التتويج. كلمينا اكتر، ايه اللي بيتم معاكي اثناء تلخيص الكتب او اثناء المسابقات نفسها؟ في مسابقة تحدي القراءة كان هو عليا ان انا اقرأ 50 كتاب، كنت بروح المكتبة واستعير من المكتبة الكتب، وكنت ببدأ دي مكاتب اقرأهم. خاصة ولا مكاتب لا، من مدرسة؟ مكتبة المدرسة، تمام. ومشرف المدرسة مس وفاء كانت معايا، تمام، كانت بتساعدني برضو في اختيار الكتب المناسبة ليا، تمام. وكانت بتساعدني كمان في التلخيص وازاي ان انا اعمل دي وازاي كده، وكانت بتساعدني جدا، بشكرها تاني مرة وبكرر شكري ليها. والموجه العام استاذ خالد البقوشي كان معايا طبعا. بعد كده كنت بجيب الكتاب واقرأ فكرته، وازاي الكتاب ده عايز يقولني ايه، ايه الفكرة اللي المفروض الكاتب كاتبه ليه، كاتبه عشان ان انا اخد منه عبرة او معلومة، ايه هي المعلومة، وابتدي الخصهم في كراسة، وابتدي افضل بقى ارجع عليهم واطلع منهم افكار وملخص للكتاب وكل ده، ونتائج استنتجت ايه من انا من قراءتي للكتاب، وانا كنت بستفيد من الكتب دي حتى في حياتي اليومية، الكتب دي كانت بتفيدني جدا. تمام. ممكن يعني ذكرت حالا انت استفدت اكتر في حياتك اليومية من الكتب اللي بيتم تلخيصها، هل اثرت فعلا الكتب والقراءة على مشوارك سواء في النجاحات او المسابقات اللي انت شاركت فيها او على الاستمرار في المسابقة اللي جاية؟ هم اثروا فيها جدا. يعني في بعض الكتب ككتاب تقبل الاخر وتقبل كلمة الله، دول حتى لو في الاول انا مش كنت عارفة الموضوع ده، بعد قراءة الكتاب اكيد تثقفت منه، واكيد عرفت ازاي ان انا اعمل ده وان انا اتقبل الاخر. حتى يعني دي كانت طبيعتي، ان انا مش عدوانية، انا اجتماعية وبتفاعل مع المجتمع، مش عندي اللي هو يعني كده، بس انا استفدت من كتاب تقبل الاخر ان انا ازاي اتقبل الاخر، ازاي يعني ان انا احب غيري، وازاي ان انا اديهم فرصه في الحياه، كل واحد ليه حق، والحاجات دي كانت من حق ان انا ولازم اعملها، ولازم ادعم غيري حتى عشان تستمر الحياه. حتى ممكن انسان متحطم يعني يائس شويه، لازم ان انا اكون معاه وادعمه بثقافتي ان انا استفدت بيها من القراءات. تمام. يعني اكيد زي ما انت ذكرت حالا كتاب اللي هو قبول الاخر او مصطلح قبول الاخر عموما، ان احنا كمشاركين دايما في محافل دولية او اي حدث بيتم بيكون اثناء وبيكون قبل اللقاء واثناء اللقاء وبعد اللقاء بيكون فيه اراء سواء ايجابية او سلبية. طبعا الاراء الايجابيه ديت بنتمسك بيها وبنبدا ان احنا نطور اكتر من مجهودنا، الاراء السلبيه بنبدا نتناقش فيها، ان احنا بنسمع للناس علشان ناخد منهم النقاط اللي احنا ممكن تكون فاتتنا او يعني حصل اي دروب اثناء تنفيذها، وبنبدا نتعلم من الاخطاء دي. مين اكتر حد قال لك راي ايجابي وممكن تفتكريه كده؟ رأي إيجابي، كان بيجي لي آراء إيجابية كتير سواء من معلمتي، حتى لو بتفضل تدعمني عادي،
حتى لو في خسارة أو كده أو ما قدرتش إن أنا أحقق مركز، بتقولي السنة الجاية تتعدل. مس وفاء تاني بكرر شكرها، كانت بتدعمني جدا، ووالدتي كانت تفضل تقولي عادي واهدي وبتديني آراء، أنت كنت جميلة، أنت كنت كويسة، ممكن نلاقي حاجة أحسن، طوري شوية. وكان من زملائي برضو كانوا بيدعموني، مبروك كده، أنا كنت بفرح بالحاجات دي جدا. هبة، المحيط عندك في الفصل أو في المدرسة عموما شايفة زمايلك إزاي؟ في ناس كتير مقبلة على الأنشطة ولا أعداد معينة هي اللي بتشارك أثناء المسابقات؟ لا، هي اعداد معينه، مش اعداد كبيره، ولكن حتى لو مش شاركوا في مسابقات بيشاركوا. احنا بنعملها في الفصل كازاي نتثقف، او اجيب لهم كتاب، حتى لو في بعضهم يعني مش عادي، مش عيب ان هم مش يشتركوا في مسابقه، ولكن ليهم حق القراءه. ان انا بفضل اقول لهم حاجات عن القراءه في الفصل كمشاركه، ازاي ان احنا نتعلم كتاب قراته، عرفت ان في استفاده جامده، اقوله لهم، اديهم رايي في الموضوع. حتى ممكن يكون مش عندهم علم، بس ياخدوا علم اكتر من الكتاب ويعرفوا حاجه جديده من الكتاب اللي انا اقوله لهم، او هم بيشاركوا في المكتبه بيروحوا ياخدوا كتاب، ولكن مش عدد كبير بيشارك في مسابقات. تمام. هبة أكيد بتشاركي بأكتر من قصيدة أو عندك أكتر من حاجة، ممكن نسمع أو تقول لنا حاجة تانية على الهوا؟ يعني دي حاجة تشرف طبعا إن أنا أسمعها منك على الهوا الأول كمان. يعني ما شاء الله في القصيدة اللي فاتت كانت بأسلوب أكثر من رائع، سواء في الإلقاء أو الحروف أو اختيار المصطلح نفسه أو اختيار القصيدة نفسها. ممكن تسمعينا أو تقول لنا قصيدة تانية؟ تفضل. قصيدة مش صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي العظيم في صورة عم، إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه، وأوهمها لكنها تتوهم. المتعبد في غار حراء، صاحب الشريعة الغراء، والملة السمحاء، والحنيفية البيضاء، وصاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود، وهو المذكور في التوراة والإنجيل، وصاحب الغرة والتحجيل، والمؤيد بجبريل، خاتم صفوة الأولياء، إمام الصالحين، وقدوة المفلحين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما شاء الله هبة، يعني برافو عليك جدا، سواء على اختيارك برضو الموضوع، يمكن برضو بنكرر شكرنا أو دعمنا لكل المواهب المتواجدة على الساحة المصرية. يمكن هبة نموذج مشرف ومتواجدة معنا هنا دلوقتي خلف الكاميرات أو في البيوت أو في المدارس، أكيد متواجد أكتر من حد موهوب وعنده الموهبة وعنده أفكار كتير. احنا هنا من أسرة البرنامج يعني بنرحب بكل المواهب المتواجدة على الساحة المصرية، وبندعم طبعا التواجد معانا هنا او التواصل معانا على رقم البرنامج المتواجد امامكم على الشاشه. حاجه تشرفنا جدا ان انتوا تشاركوا معانا هنا، كمان بنقدم كل الدعم او كل الافكار المتواجده من داخل البيوت، او بناخد كل الافكار المتواجده من عند الشباب لعرضها في الحلقات المقبله. هبه، زمايلك في المدرسه عايزين يسمعوا منك رسالة دلوقتي على الهواء. أنا بقول لهم إن أنا بشكركم جدا جدا إنكم دلوقتي مخصصين لي وقت وإنكم بتسمعوني. بقول لكم إن أنا بحبكم جدا، وإنكم بوجه رسالة من خلال المراكز اللي أنا حصلت عليها والمسابقات اللي اشتركت فيها. بقول لكم إن لازم إن أنتوا تشتركوا، إنكم تقرأوا شوية عشان نوسع العقل ده شوية، لأن القراءة هي مغزى العقول. لازم نقرأ شوية. وأنا بشكركم جدا، وب
بقول لكم انكم لازم تقرأوا، حتى لو مش دخلتوا بيها مسابقات، ولكن ثقف نفسك بانك تقرأ، بانك حتى لو مش قرأت من الكتاب المدرسي، من الكتب الخارجية، من اي ثقافة، لكن اي معلومة بتدي فكرة كبيرة وبينتج عن المعلومة دي ممكن حاجة كبيرة او مشروع ضخم، بينتج من خلال فكرة او خلال معلومة، نبذة صغيرة بتعمل حاجة كبيرة. تمام هبة، بنشكرك جدا على تواجدك معانا النهارده، يعني بنتمنى لك كل التوفيق في المسابقات القادمه. يعني النهارده اداء اكثر من رائع. رساله اخيره او كلمه اخيره بتوجهيها لماما تحديدا قبل ما نختم. ماما بقول لها ان انا بشكرك جدا وان انا بحبك ومش هنسى دعمك ده، وان هو كان اساس في نجاحي بعد فضل ربنا طبعا. انتي وبابا طبعا وكل اخواتي واهل البيت، انا بحبكم جدا جدا، ومش مش مش قادره اوصف شعوري بحبكم دلوقتي، وانكم دعمتوني جدا جدا، وبالذات كانوا بيشتغلوا على نفسيتي اكتر حاجه قبل كل مسابقه. بشكركم جدا جدا جدا. في نهايه حلقتنا لا يسعني الا انا اشكر حضراتكم على حسن المتابعه والدعم المستمر لبرنامج نقدر ويكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.